هلا تينا. اهلا وسهلا. حضرتك هيك اليوم لبستي لنا مثل اجواء الاعياد. ايه انه عم نبلش هيك نفوت بالجو. جور فيريه وهيك اشياء نيو يير وكذا. تينا رح نبلش باول خبر لليوم، اكيد هالخبر يلي هز المجتمع امبارح، استشهاد سمير القنطار بسوريا. ذكرت وسائل اعلام سوريه بساعه ببكير كثير امبارح بانه عدد من صواريخ اصاب مبنى بمنطقه جرمانه بالعاصمه السوريه دمشق، مما ادى لسقوط ضحايا عديدة. وقالت أكيد بأنه هالأسباب هي بتعود لجماعات إرهابية وأشخاص أكيد عم بيكونوا موجودين بهالجماعات الإرهابية يلي عم نسمع فيها. وفي ناس قالوا بأنه الانفجارات سببها غارة إسرائيلية، وبيعتقد بأنه قتلت اللبناني سمير القنطار يلي أدانته إسرائيل بمسؤوليته عن هجوم وقع عام 1979 وقتل بوقتها أربع أشخاص. أفرجت إسرائيل عن القنطار سنة 2008 بصفقة تبادل السجناء مع حزب الله، ومن بعدها نعى بسام القنطار شقيقه سمير القنطار على صفحة فيسبوك من دون ما يذكر تفاصيل عن المقتل، ولكن أكيد حكي عنه وحكي عن حياته وحكي عن قدي فعلا مرق بمراحل صعبة بحياته الله يرحم نفسه. رح ننتقل للفاتيكان. رحب البابا فرانسيس امبارح باتفاقين بيهدفوا الى انهاء الحرب الاهليه بسوريا وتشكيل حكومه وحده وطنيه بليبيا. قال البابا لحشود تجمعت حول شجره عيد الميلاد بميدان القديس بطرس انه عم يفكر بسوريا الحبيبه، وبيتوقع انه يتوصل المجتمع الدولي لاتفاق بشانه. إن شاء الله يكون الاتفاق وين ما كان تينا، أكيد وبكل البلدين أكيد. بإحصاءات قام فيها موقع جوجل بآخر السنة لحتى يشوف على شو أكثر شيء كانوا عم بيفتشوا الناس خلال سنة 2015، تبين إنه كثير من الناس فتشوا على أمور بتجمعهم، على أمور أو هموم مشتركة بيناتهم. من أبرز هالأمور هي الاتفاق النووي الإيراني، أزمة الديون اليونانية، فضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ومن بين أكثر الأسئلة يلي تم بحث عنها بهالعام هو كيف فيني ساعد اللاجئين وكيف ممكن للعالم انه يوجد السلام. اكثر من 453 مليون عملية بحث عن مغنية او اشهر مغنية كان عم ينسأل عنها بجوجل او عم يتفتش عليها بجوجل كان للفنانة أديل، يلي كمان أصدرت هالأغنية اللي خلتها كمان تصير أكثر شهرة وأكثر نجومية. أضاء المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار شجرة الميلاد اللي انحطت على قمة من قمم جبل الأرز وارتفاع 2800 متر، كمان بالإضافة لها الشجرة بمنطقة بشر بشمال لبنان في مغارة رائعة مصنوعة من الخشب والحبال، وأكيد بتزينها الإنارة الحلوة، وصنعت بإيدين شبيبة الكشاف المارونة بمنطقة بشرة. تحية لبشرة ولأهالي بشرة أكيد، زينة كتير ولرئيس بلدية بشرة الأستاذ أنطوان طوق، بدنا نوجه له تحية كبيرة على المبادرات الشبابية يلي دايما بيقوم فيها. منتقل لآخر خبر لليوم، ورح نخبركم عن عادل كرم اللي أخذ جائزة عالمية. حاز الإعلامي ومقدم برنامج هيدا حكي يلي عم ينبث طبعا على شاشة الام تي في على جائزة الهيثم للإبداع يلي أعلنت نتائجها امبارح على هامش فعاليات ملتقى الإعلاميين الشباب العرب السابع يلي منعقد كان بعمان. وأهدى كرم جائزة أبرز برنامج تلفزيوني على مستوى الوطن العربي للملك عبد الله الثاني والشعب الأردني والشهيد الطيار معاذ الكساسبة، وهيدا الشيء كان تقدير لما عم يبذلوا للأردن من جهود على مختلف الصعد لصالح الشعوب العربية. رح ننتقل لصورتنا اليوم إذا بديك. Today's pick حلوة كتير، خريفية زحلي. بس اليوم زحلة خريفية، مع أنه اليوم أول نهار موسم الشتاء رانيا. مظبوط تينا، اليوم 21 صحيح بس احنا دفيانين ما كثير حاسين. لا بس حاسين بالقعد.
بنذكر اكيد المشاهدين انه يشاركونا الفقرات يلي تعودوا انه يشاركونا اياها خلال الاسابيع العاديه. طبعا في شويه تغيرات خلال اسابيع الاعياد، ولكن بنعاود كل نشاطاتنا نحن وياكم، وبنتلقى كل اقتراحاتكم على صفحه فيسبوك الخاصه ب ام تي في الايف وعلى رقم الام تي في. طقس كيف؟ طقسنا دافي، ما هيك؟ قلنا ساعة عم نحكي. هاي رح يكون ميلاد دافي هالسنة. لكن هيدي كانت أخبار أب تو ديت لليوم، رح منروح على أوروسكوب وبنرجع.